والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، لازلنا معكم في تدريس منهج الكيمياء للصف الثاني القسم العلمي. نصل معكم إلى الوحدة السادسة اللي تتحدث عن الأملاح. طبعا كيف ما عرفنا، الملح هو مادة كيميائية تنتج من تفاعل فلز مع حمض، أو هيدروكسيد فلز مع حمض، أو كربونات فلز مع حمض وغيرها. حنتطرق بإذن الله في هذه الوحدة بشيء من التفصيل على الأملاح. عندنا الأملاح قال لي تنتج من استبدال هيدروجين الأحماض، يبقى أساس تكوين الملح هو هيدروجين الحمض، استبدال هيدروجين الحمض بفلز، استبدال جزئي أو استبدال كلي. استبدال جزئي أو استبدال كلي ينتج عندي من ملح اللي هو مركب كيميائي مهم جدا. كناتج للأملاح قال لي تتكون من تعادل الأحماض مع القواعد أو قلويات، أو من تفاعل حمض مع فلز أو مع كربونات فلز. والجزء هذا طرقنا له في الوحدة الخامسة اللي هي الأحماض والقواعد، وشفنا تفاعل الأحماض مع عديد من المركبات وينتج عنها أملاح. نجي الحاجة هنا مهمة جدا اللي هي قاعدية الحمض. شن هي، شن المقصود بقاعدية الحمض؟ قاعدية الحمض هي عدد ذرات الهيدروجين القابلة للاستبدال. على سبيل المثال عندي هيدروجين مثلا في تركيبة ذرتين هيدروجين، إذا هذا الحمض يسمى ثنائي القاعدية. كمثال على ذلك حمض الكبريتيك على سبيل المثال، لو كان الحمض يحتوي على هيدروجين واحدة قابلة للاستبدال يسمى هذا الحمض أحادي القاعدية. كمثال على ذلك حمض هيدروكلوريك HCl أو حمض النيتريك HNO3. فجيب لي هنا تنقسم إلى الأحماض أو الأملاح إلى أحادي القاعدية، يعني حمض أحادي القاعدية. أحادي القاعدية يعني أنه يتم الاستبدال فيه مرة واحدة، يبقى يحتوي ذرة هيدروجين واحدة تستبدل بإيش؟ تستبدل بفلز. ثنائي القاعدية هو عبارة عن حمض يحتوي على ذرتين هيدروجين قابلة إيش؟ الاستبدال بفلز، استبدال جزئي أو استبدال كلي. ثلاثي القاعدية أي أنه يحتوي على ثلاث ذرات هيدروجين قابلة للاستبدال، وكمثال على ذلك حمض الفوسفوريك، استبدال جزئي طبعاً أو استبدال كلي. جايب لي ملاحظة مهمة هنا، يتكون الملح عند استبدال هيدروجين الحمض تماماً بإيش؟ بفلز. فهنا الطالب ضروري يميز بين نوعين من الأملاح، أما ملح أو ملح حمضي. إذا كان الحمض الأساسي اللي معايا قابل للاستبدال أكثر من مرة، فيمكن ينتج عنا ملح أو ينتج عنا ملح حمضي. الاستبدال الكلي ينتج عنا ملح، بينما الاستبدال الجزئي ينتج عنا ملح حمضي. والأساس أن هذا الحمض ضروري يحتوي على شنو؟ يحتوي على أكثر من ذرتين هيدروجين، أي أن الأحماض التي تحتوي على ذرة هيدروجين واحدة لا تستطيع تكوين أملاح حمضية. فهنا جايب لي الأحماض وقال لي أول حمض عندي حمض الهيدروكلوريك. حمض الهيدروكلوريك واضح رمزه HCl، هو حمض يحتوي على هيدروجين واحدة، فبالتالي هو أحادي القاعدية. الملح اللي يمكن ينتج عنا أن نستبدل هذه الهيدروجين بإيش؟ بفلز. إذا كان تلاحظ، إذا كان الفلز اللي استبدلته ثنائي تكافؤ، طبعا الهيدروجين معروف تكافؤ أو أحادي، فإذا كان استبدلنا استبدال مثلا هو الهيدروجين أحادي تكافؤ واستبدلناه بفلز أحادي، فتلاحظ الرمز حيدخل الصوديوم مثلا كمثال على الفلزات الأحادية التكافؤ، حيحل محل الهيدروجين ويبقى الرمز كيف ما هو، تحل الـ NA محل H يصبح الرمز NaCl. بينما لو استبدلنا فلز ثنائي التكافؤ بالهيدروجين فهنا ضروري نضاعف ذرات الكلور إلى 2. لو استبدلنا فلز آخر مثلا ألومنيوم فلز ثلاثي محل الهيدروجين ضروري يضاعف الكلور إلى 3 يصبح الرمز AlCl3. أيضا كمثال آخر على الأحماض أحادية القاعدية، عندنا حمض النيتريك تلاحظ يحتوي على هيدروجين واحدة، أي أنه يستبدل استبدالا كليا ولا ينتج عنه ملح حمضي. يعني هذا الحمض تلاحظ هذا ملح ناتج اللي هو KNO3 وأيضا NaCl وأيضا CaCl2، هذه كلها تسمى أملاح، ليست أملاح حامضية. ليش؟ لا تحتوي على هيدروجين متبقية. إذا لو نستبدل هيدروجين هذه بوتاسيوم، معروف أن البوتاسيوم أحادي تكافؤ حيصبح الرمز KNO3. لو استبدلنا هيدروجين اللي في الحمض بمغنيسيوم ثنائي تكافؤ ضروري نضاعف مجموعة النترات إلى 2. فالطالب هنا مطلوب منه يراجع التكافؤات. نجي لأحماض أخرى اللي هي ثنائية التكافؤ، اللي هي ثنائية القاعدية اللي هي H2SO4، يحتوي على ذرتين هيدروجين. تلاحظ ذرتين هيدروجين شنو يعني هنا؟ يعني إني أنا ممكن استبدل استبدال جزئي أو استبدال كلي. في حالة أنا استبدلت ذرة هيدروجين بفلز واحد أحادي تكافؤ ينتج عندي
ملح حمضي مثلا استخدمنا NaHSO4، هذا الملح ملح حامضي. ليش؟ لانه يحتوي على ذره هيدروجين. فالحاصل هنا تلاحظ ان هنا استبدل النحاس بذرتين هيدروجين، النحاس طبعا ثنائي تكافؤ حيعادل 2 هيدروجين يصبح الرمز CuSO4. هنا الرصاص ايضا ثنائي تكافؤ يطلع 2 هيدروجين ويستبدل برصاص يصبح الناتج المركب الناتج BbSO4. وتلاحظ هذه الاملاح املاح عاديه وليست املاح حامضيه لانها لا تحتوي على اتش. هنا تلاحظ جايب لي نوع من الاحماض الاملاح الحامضيه اللي هي تم فيها استبدال جزئي. لاحظ مثلا بيكبريتات صوديوم هذا الرمز بتاعها NaHSO4. يعني شنو دار هو هنا؟ استبدل ذره هيدروجين واحده بصوديوم واحد وحادي تكافؤ، والهيدروجين وحادي تكافؤ، اللي فضل عندي هيدروجين غير قابله للاستبدال. هنا لما المركب الناتج يكون يحتوي على هيدروجين غير قابل او عند عمليه الاستبدال، هذا الملح يسمى ملح حامضي. اذا الملح الحامضي هو ملح يحتوي في تركيبه على ذره هيدروجين. لاحظ عندي حمض الكربونيك ايضا يحتوي على 2 هيدروجين استبدالا كليا باف اي اللي هو حديث ثنائي تكافؤ، او استبدال جزئي تلاحظ بالكالسيوم تلاحظ يحتوي على هيدروجين فبالتالي يكون ملح حمضي. ايضا من الاحماض ثلاثيه الهيدروجين او ثلاثيه القاعديه اللي هو حمض الفوسفوريك يحدث فيها استبدال جزئي او كلي، يعني ممكن ينتج عندي ملح حمضي او ملح عادي. لو استبدلنا ثلاث هيدروجين بالكامل كيف ما حدث انا عندي حيكون الناتج شنو؟ حيكون الناتج ملح عادي. لو استبدلنا استبدال جزئي كيف ما واضح عندي هنا حيكون استبدالا جزئيا، اذا هذا الملح يكون ملح حمضي. ملاحظه قال لي لا توجد خواص عامه للاملاح. طبعا احنا درسنا الخواص العامه للاملاح وقلنا نحن الخواص العامه للاحماض والقواعد وشفناها. ليش؟ لانها هذه المركبات تعتبر مركبات مميزه. لما نقول خواص العامه للاحماض، الاحماض تتميز بوجود الهيدروجين الحامضيه كما شفنا البروتون، فاذا لها خواص مميزه لها. ايضا القواعد تحتوي على مجموعه اتش، فاذا لها خواص عامه مميزه لها. اما الاملاح لا تحتوي على هذه الاشياء المميزه فبالتالي ليست لها خواص عامه. اذا ملاحظه لا توجد خواص عامه للاملاح لعدم وجود اي يون مميز لها كما في حاله الاحماض والقواعد.